لو الحكاية فيها إن فيتو. والله شوف، إحنا جينا من فضل ربنا علينا إن هم انسحبوا لوحديهم، ما عدا اتنين دول المستشارين كانوا معينين، كان حوالي 20 واحد، وللأسف كان بعضهم دبلومات. لما مشيوا تبقى اتنين كانوا موجودين في لجنة المساعدات في مدينة نصر، في على ناصية مكرم عبيد. وصل إلى ما سمعنا إن كانوا معتصم رابعة كانوا بيروحوا يقضوا حاجتهم هناك ويستحموا ويناموا عندهم، فاستغلوا مكان العمل لغرض غير مخصص لأجل، فأحناهم للتحقيق فانصرفوا ولم يعودوا، فالحمد لله خلصنا. لكن ده لا يمنع أن هناك كان هناك، تنساش أن ده أقدم تنظيم في العالم وأكبر تنظيم 80 سنة قبل المافيا والكلام ده، وأنه أغنى تنظيم، ففي خلايا نايمة بنكتشفها بين الحين والحين.